انا دابا المقاطعه اسمها الرشيد تقريبا عام وزياده على انتخاب المجلس ديال هذه المقاطعه، ولكن بعض المنتخبين تيقولوا بان ما كاينش الاثر وما كاينش البصمه تاع المجلس على مستوى تسيير وتدبير هذه المقاطعه دي. واش تتفق معهم في هذا الراي؟ هو فعلا كنشوفوا على ان داخل مقاطعه مولاي رشيد مازال ما خداتش يعني المسار ديالها الحقيقي، باقي كاين واحد التخبط في طريقه ديال التدبير ديال الميزانيه ديال المقاطعه. وحنا الا شفتوا كمعارضه لينا بالاراء ديالنا داخل الاجتماع ديال الدوره، على اساس انه يكون واحد التدبير معقلا وتكون واحد البرمجه واحد الرؤيه واضحه. وعطينا كذلك بعض الاراء ديالنا على التدبير ديال الشان الرياضي داخل المقاطعه باعتبارها مقاطعه تهتم بالشان الرياضي بالدرجه الاولى، وقلنا بانه مازال ما كاينش داك التاثير الحقيقي المباشر على المواطن وعلى الجمعيات الرياضيه. كنشوفوا فقط واحد العشرات ديال الجمعيات، بل ان المقاطعه تحتوي المئات ديال الجمعيات الرياضيه، واللي ما كتستافدش من بزاف ديال الامور المتعلقه بالدعم والمتعلقه باستغلال المرافق التابعه للمقاطعه. فحنا كفريق حزب التجمع الوطني الاحرار، كفريق التقدم والاشتراكيه، كنبدلوا ما في جهدنا باش اننا نعطيو واحد الاراء اللي من شانها انها تصحح المصير وتصحح الرؤيه ديال المكتب ديال المجلس الحالي.